اليوم جا معنا الضحك، بغينا نديرو الضحك، نديرو الضحك في راسنا ونديرو الضحك للجمهور ونديرو الضحك في اطار واحد المهرجان اللي هو كنحسو به بحال واحد الوليد ديالنا صغير اللي بغينا يكبر ويشد الطريق ويقرا وياخذ الباك ويكون كيضحك ويمشي يقرا برا يمشي يقرا برا لا يقرا برا في السنغال، يقرا في غابون، في كوت ديفوار، في بوركينا فاسو، في لاغيني، في افريقيا كلها. ثقافه افريقيه ديال الفكاهه فكره جات عبر واحد صديق واخ فنان مغربي مقيم في كوت ديفوار اللي جاب هذه الفكره وطرحها وقال لك واش مستعدين تركبوا معايا هذه المغامره. قلنا ليه حنايا حنا موجودين ومرحبا، وداك الشيء اللي كنعرفوا نديروه غادي نديروه، وكنتمنى ان شاء الله بحول الله نكون في المستوى ديال وانا كنظن انه غيكون مهرجان كبير ان شاء الله. الدوره الاولى غيكون مستوى عالي والدوره الجايه يكون اعلى ان شاء الله. انا بعدا تايق ومتاكد ان الناس غيجيو بكثافه، لا الجمهور المغربي لا الجمهور غير المغربي، غيكون حضور كثافه وغيكون غيعجبهم الحال انا متاكد. حاجه واحده اللي كنبغي ناكدها حتى انا نيت هو ان في البرمجه ديال هذا المهرجان كاين هناك من دول جنوب الصحراء كاين فنانين او فكاهيين اللي كيعمروا قاعات ديال 1000 و2000 و3000 وحتى 4000، وخير دليل ان غدا غادي يعني قريبا غادي نشوفوا واحد المهرجان كبير اللي سميتو لو بارلمون دو ريغ اللي غادي نشوفوا الحضور ديال هاد الجنسيات هادو ومدى الحضور الكثيف ديال الجمهور اللي كيتبعهم. يعني ما كاينش علاش ما يكونوش حتى حنا معنا ويجيو نقربوهم للجمهور ديالنا والمغرب ديالنا. انا كنكمل التوجهات ديال العرض ديالي اللي سميتو سكانير. داز العرض الاول داز في اكادير في مهرجان جوست بوغيغ، كان استحسان اكثر من المتوقع الحمد لله. كنوجدوا الاعمال اخرى من غير مهرجان افريقيا للضحك، اعمال اخرى للخشبنيت والتلفازه. كاين مشاريع بزاف مع حسن ولكن ما نقدرش ندوي عليهم دابا، نخليو يوصلوا ل 99% وندوي عليهم. دابا انا في سكانير كنسكاني المجتمع المغربي بحال من صغري، ودابا كان داكشي اللي كنسكانيته كنخرجوه بالورقه والستيلو وبالقاء الجمهور باش يكون واحد الافكار زوينه اللي قريبه من الجمهور المغربي. باش حيت الجمهور المغربي ملي كدوي ليه على شي حاجه انتيم ديالو كيحس بك كتعز عنده اكثر من كتجبد ليه افكار اللي معروفه داكشي. على هو كاين باش يوصل، باقي ما ديماراش اصلا. لا باقي انت باقي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.